حدثها النبي في أذنها فبكت، فلما بكت قال لها النبي: أدنو مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فضحكت. بعد وفاة النبي سئلت: ماذا قال لك النبي؟ قالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة إني ميت الليلة، فبكيت. فلما وجدني أبكي قال لي: يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. ثم قال النبي: أخرجوا من عندي في البيت وإدنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: فعرفت أنه بخير. ثم جاء سيدنا جبريل على النبي وقال له: يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى وإن بملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك. فقال له النبي: إذن له يا جبريل. ثم جاء ملك الموت وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد أرسلني الله سبحانه وتعالى بأن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. قال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم جاء ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي برضا من ربك ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري وعرفت أنه قد مات، فلم أدر ما أفعل. فما كان مني سوى أن فتحت باب حجرتي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول لهم: مات رسول الله. أما أثبتهم فأبو بكر الصديق جاء عند رأس النبي وقال: وصاحباه ونبياه وحبيباه وصفياه. ثم خرج يقول: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي.